السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي الأصدقاء في حلقة جديدة من حلقات أسرار الصيد والمصيد على قناة محمد عبد القادر عبد العزيز على اليوتيوب. معانا النهاردة إن شاء الله مصيدة فاجئنا بها الأستاذ علي، هو راجل صديقي وجاري هنا في ريح المكنة بتاع الطحين، عامل مصيدة. هو كان عنده بوكس قديمة عامل عليها مصيدة، بس هو عاملها فاجئني يعني بصراحة، حتى ما شرميش ولا قال لي تعالى بص أنا بعمل، وعملت خطوة ولا خطوتين. فاجئني ان هو عاملها بسوستي، هنشوف نفس النظام بتاعتي بس بسوستي. طب هي فيها استاذ علي؟ شغاله. انا لو حطيت فيها ايدي كده هتقفل. استنى اعمل لك عليها. تعال هي إيه نفس فكرتك يا استاذ محمد، بس ديت الفكره ان هي بسوستي يعني ايه؟ متسمع. اصل انا خبطت بالخشب على ال بس السوستة كان المفروض تنزل تحت شوية استاذ علي، بحيث الشد يبقى ايه؟ ما لا لو نزل تحت لما ده بيرفع بتاخد بالباب عكس ما تخلوش يرفع. لو نزل تحت شوية. الباب يرفع كده تاخده عكس. طب ما تورينا كده. فك المصامير ده ما يبقاش من المصامير. ما هو انت لو ما برشمتهاش لما تقفل كل شويه هتنط وتركبها كده سبت احسن. بس كويس. بس ممسوكه. باشمهندس علي بقى عاملها ايه؟ ادي ثلاث عيوق وادي عينيه. ما عملتش عينين الناحيه الثانيه ليه؟ وادي ثلاثه. انت عامل حسابك انك تحطها هنا ما تحركهاش من هنا. لا المساحه ما تجيبش اللي في النص دول ما تاخدش جنيه. العرض بتاع تمام. الله يبارك لك. انت حظك بس معانا شويه، ما فيش يمام. لو في يمام كنت حطيت لك شويه نوه. لا ما انت لازم تحط لنا بكره يا عم. حط لازم تحط لنا. ده انا بص واخد اثنين. انا هاخدهم ثاني. انا واخد اثنين هما. تصور. واخد اثنين احطهم عندي ما منه لله الحرامي. نفضنا. لما لو عنده من لو انا كان بيبقى عندي بال100 يا ماما والله. بس طبعا دي تجربة ومش عارفين لسه هتمسك بقى ولا ايه. بص يا استاذ علي بقى هتجيب بوصه طويله. تمام. وتخليها تحت هنا كده. بص هنا اليمام يقف عليها وتمدها لي لغايه هنا كده. او تطلعها بره مفيش مشكله، واحده برضو هتبقى كده بحيث الطائر ما يخافش، لان دي يعني انا شايف انها مش طويله. ماشي انت فاهمني. لا بوصه طويله. ده يا جماعه اكل البلابل. في ناس بتسال ايه اكل البلابل؟ العجوه اهم حاجه. بنحط عجوه بلح العجوه او الطمر. بنجيب عجوه من اللي هي بتتعمل عجوه منسوله، بتبقى تقريبا شبه بايظه او فاسده، واللي هي بتتعمل قرص اللي بتاكلوها في الشارع من الفران. والمحشي عجوه لو تعرفوه بيبقى بيتعمل في الفران. المخابز اللي هي الاليه في المدن، في محشي عجوه ومحشي ملبن. ده المحشي عجوه بيتعمل منه العجوه دي، بنشتريها من العجواتي او العجواني بيبيعها. بنشتري مثلا كنا شارين 9 كيلو، كيلو ب10 جنيه. وبنجيب من السوق البواقي بتاعه الفرشجيه بتاعه الفاكهه، برتقان واليوسفندي والطماطم والبلح الاسمر والحاجات دي والجوافه، بس حاليا مفيش جوافه. وبناكلها البلابل. انا طبعا بجيب كميات كبيره لان انا عندي بصوا بيبقى عندي برضو كميه بلابل كبيره. دي اللي بلابل اللي فوق غير اللي على الارض بقى. انا حاطط لهم يصفى على الارض اهوت، وفيه الناحيه دي بيبقى متداري تحت هنا كده، غير اللي عندي بقى في البيت. البلابل اللي في البيت ولسه طبعا بنصطاد عليهم ونروح بيهم سوق السيده عايشه في القاهره بنبيعهم، وسوق اسكندريه جنب محطه القطر،
سوق طنطا ان شاء الله. فاللي عاوز برضو يتواصل معايا، البلابل الموجودة سعر البلبل 50 جنيه، وده يعتبر سعر رمزي لان ده بلبل ما هوش عصفورة ولا هو طائر عادي. كنت جايب اكل من السوق اهوت للبلابل وللطير، طماطم وسفندي وبرتقال، فجيت لقيت المصيدة بتاعت الملطش اللي فوق ماسكة بلبل، هنطلع نجيبه دلوقتي في الناحية الشمال اهو. ولقيت مصيدة من مصايد عم مصطفى، حاج مصطفى كمال شريف القاهرة، نزلت مثلان الدويقة، لقيتها ماسكة بلبل برضه اهي، بس هنحاول نجيبه على طول علشان ما يتعورش. بس هو طبعا كده عاوز يطير، ممكن يطير مننا بسهولة، هو حظه ولا ايه؟ هو حظه، حظه نمسكه. يلا يا معلم قبل ما يتعور، لان الشبك السلك بيبقى حامي على وشه بيعور حوالين المنقار. يلا مع زمايلك، وجايب لك بقى برتقان وسفندي طبعا، وفي معانا كميه على مكان الطحين. هننزل الجمعه الجايه ان شاء الله يوم 21/1/2022 سوق السيدة عيشة في القاهرة. بصوا يا جماعة، نجيب البرتقالة لو بايظة حتى زي كده ونفتحها ونحطها له، وبسم الله ما شاء الله مسافة ساعة يكونوا واكلين. نحاول نحطها لهم في مكان يكونوا ما بيتبرزوش فيه علشان ما يتبرزوش عليها، زي هناك هنا كده. هطلهم طبعا العجوة جوه اهي والخبز والسقايات المية. نرجع نعيد فتح المصيدة تاني، مصايد جميلة بتاعت عم مصطفى، بس دي انا مش متذكر هي كانت ب50، دي ممكن ب75 اللي على مكنة الطحين التانية اللي ب50، والله ما انا فاكر ب50 75، بس بتتعمل بالطلب. اي حد عايز مصيدة يا جماعة من عم مصطفى هيلاقي ارقامه تحت وقناته في اول تعليق مثبت وصف مقطع الفيديو، ويتواصل معاه قبل ما يروح علشان بيعمل بالطلب، لان ممكن تروح وما تلاقيش الحاجه بتاعتك او الحاجه اللي انت عايزها ما تلاقيهاش موجوده. طيب نجيب، نمسك البلبل الاول وبعدين ننزل نجيب لهم بقى ايه، برتقال وسفندي يوسف افندي. بصوا شايفين فيه شامة بيضة صغيرة كده في البلبل المصري، ولكن انا كنت ماسك واحد كان مموه خالص هنا ابيض، كان فيه غرة بس ما كانتش كاملة. دي بصوا بنحطها كده، الخشبة دي نحطها كده ونمسك البلبل، ولكن للأسف وانا بنظف القفص طار مني، زعلت عليه جدا لانه كان معانا بقاله فتره، يعني قعد معانا كذا سنه. في بلابل بتموت، بس اللي ممكن يموت البلابل الصغيره هي لسه الفراخ، ولكن ده طار وما كانش فيه غيره، فلذلك ما رجعش. في فر قاعد بينا عمال ياكل في الذره. طبعا البلبل اللي فوق هنا ما عادش بيصفر قد كده، بدا يهدى، لان البلبل لما بنمسكه بيبقى في حاله هيجان شويه،
في الاول وبعد كده بيبدا يهدى، فبنحط هنا بلبل ولما يهدى نقفل المصاله دي على ما نجيبه، لما يهدى بنغيره نحط واحد زي ده اللي معانا كده مكانه. نحط الجديد مكان. بص بقى الجديد بقى ده القديم معه. ناخده نحطه هنا، ناخده نحطه تحت، ونبقى برضو ناخد دولت ان شاء الله. هاخد في ثلاث بلابل هنا هم هاخدهم تحت برضو، واجيب مكانهم بلابل جديدة علشان بيبقى صوتها عالي. ننصب المسألة. معلش انا عارف ان التصوير مش قوي، بس اعذروني لان انا بصور، اعتبر بصور بايد واحدة، انا بصور وامسك ال ننزل بقى نجيب لهم شوية عجوة ونحط ده هناك.